كوجه الصباح أهير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام متواصلا على الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب مع عدم إمكانية الجمع بينهما. تقدم على الكلام على أحوال البنت ثم الأحوال المتعلقة ببنت الإبن والأخت الشقيقة. اليوم نختم الكلام على هذا النوع ببيان أحوال الأخت لأب. الأخت لأب كذلك من الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب دون الجمع بينهما، ولها حالات سنتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المقاطع. الأخت لأب إما أن ترث يعني الثلثين، إما أن ترث النصف، وإما أن ترث السدس، وإما أن ترث بالتعصيب بالغير، وإما أن ترث بالتعصيب مع الغير. تعصيبي مع الغير لها هذه الحالات. نبدأ بالحالة الأولى التي ترث فيها الأخت لأب الثلثين، ونذكر بشروط البنت وشروط بنت الإبن وشروط الأخت الشقيقة، ثم نزيد عليها شرطا واحدا حتى يبقى عندنا يعني بناء وتكامل بين هذا النوع من الورثة. البنت تأخذ الثلثين بشرطين. الشرط الأول التعدد، أن يكون عندنا أكثر من واحدة. الشرط الثاني عدم المعصب، أن لا يكون معها معصب، والبنت يعصبها الإبن. البنت يعصبها الإبن وتلت معه بالتعصيب بالغير. إذن بهذين الشرطين أعطي للبنت الثلثين، أن تكون متعددة، أن يكون عندي أكثر من واحدة، وأن لا يكون عندي معصب. بالنسبة لبنت الإبن لتأخذ الثلثين لا بد كذلك من التعدد، ولا بد من عدم المعصب، ونزيد شرطا ثالثا حتى لا نكرر. إذا أردت أن تحفظ هذه الشروط فتحفظ بهذه الطريقة. البنت كذلك تحتاج إلى التعدد، إلى عدم المعصب، ونضيف إليها شرطا ثالثا وهو عدم وجود فرع أعلى منها. الفرع الأعلى من بنت الإبن إما أن يكون إبنا وإما أن يكون بنتا. الفرع الأعلى أي الأقرب إلى الميت إما أن يكون ابن وإما أن يكون بنت. إذا كان مع بنت الإبن في المسألة ابن فإنه يحجبها ويمنعها من الميراث كما تقدم. إذا كانت معها بنت صاحبة النصف نعطي لبنت الإبن السدس تكملة للثلثين. وإذا استغرق البنات يعني الثلثين فإن بنت الإبن تسقط إلا إذا كان معها ابن من درجتها أو أقل من درجتها يعصبها وترث معه بالتعصيب بالغير، ويسمى عند علماء الميراث بالابن المبارك، وتقدم معنا هذا فيما يتعلق بحالة بنت الإبن. الوارث الرابع الذي يرث بالفرض والتعصيب دون جمع بينهما الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة كذلك لكي نعطيها فرض الثلثين تحتاج إلى التعدد، تحتاج إلى عدم المعصب، عدم وجود فرع وارث أعلى منها، ويضاف إليها شرط رابع عدم وجود الأصل الذكر من الورثة، ألا يكون معها أصل. إذا كان معها أب الأصل إما أن يكون أبا وإما أن يكون جدا لأب. إذا كان معها الأب فإنها تحجب، يحجبها. إذا كان معها الجد
لها معه أحوال، إما المقاسمة، وإما أن الجد يأخذ الثلث وهي تأخذ البقي بالتصيب. إذا كانت معه أخت واحدة فإن الجد يقاسمها في الميراث، كان معه أكثر من اثنتين فالجد يأخذ الثلث، كان معه في المسألة يعني أختين فإنه إما المقاسمة وإما الثلث. إذن الشرط الرابع بالنسبة لي الأخت الشقيقة عدم وجود أصل الذكر من الورثة، وهذه الحالات كلها تقدمت معنا. أنا تعمدت إعادتها حتى نربط الشروط السابقة بالدرس الذي معنا اليوم. بالنسبة للأخت لأب، لكي أعطيها الثلثين أحتاج إلى الشرط الأول وهو التعدد، مذكور معنا يتكرر، سنزيد شرط واحد فقط، نحتاج إلى التعدد. الشرط الثاني عدم المعصب، الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، أخ لأب من درجتها والذي يعصبها، لا بد من انعدامه لكي نعطيها فرض الثلثين. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارث أعلى منها، فرع وارث أعلى منها إما أن يكون ابنا وإما أن يكون بنتا. إذا كان معها في المسألة ابن فإن الابن يحجبها ويسقطها من الميراث كما يحجب الأخت الشقيقة. جهة البنوة تحجب في الميراث جهة الأخوة، يستحيل أن يرث أي واحد من الإخوة سواء كان من الذكور أو من الإناث إذا كان معه في مسألة ابن فرع وارث أو ابن وإن نزل. إذا لكي أعطي للأخت لأب الثلثين لا بد أن لا يكون معنا فرع وارث، إذا كان معها الابن فإن مصيرها تحجب. إذا كانت معها البنت سترث معها بالتعصيب، تكون معها عصبة مع الغير. الشرط الرابع عدم وجود الأصل من الذكور الورثة، إما أب، إما أن يكون معها أب وإما جد لأب. الأب كذلك يحجبها ويمنعها من الميراث، والجد لأب له معها أحوال كما ذكرنا، إما أن يأخذ الجد الثلث وإما أن يرث معها بالمقاسمة، وهذه مسائل غير مقررة عندكم في ما يتعلق بنظام الإرث في الإسلام المقرر سنة أولى بكالوريا. الشيء الآن أن هذه هي الشروط الأربعة التي تقدمت معنا في الأخت الشقيقة. الأخت لأب تزيد على الأخت الشقيقة بشرط واحد، الشرط الخامس، وهو عدم وجود الإخوة الأشقاء، أن لا يكون معها أخ شقيق فإنه يحجبها ويمنعها من الميراث، وأن لا تكون معها أخت شقيقة ترث معها بالتعصيب، تأخذ معها السدس كملة للثلثين كما سيأتي معنا. إذن الشاهد أن الأخت لأب ترث بالفرض والتعصيب معا ولا يمكنها الجماع بينهما، لها أحوال خمسة، إما الثلثين وإما النصف وإما السدس تكملة للثلثين وإما التعصيب بالغير وإما التعصيب مع الغير. لكي ترث الأخت لأبي الثلثين لا بد من توفر خمسة شروط. الشرط الأول تعدد، أن يكون في المسألة أكثر من واحدة، أن يكون عندك في المسألة ثلاث أخوات لأب، أربع أخوات لأب، أختان لأب، لا بد من الشرط. الشرط الثاني عدم المعصب، أن لا يكون معنا في المسألة أخ لأب، فالذي يعصب الأخت لأب هو الأخ لأب، هذا يسمى التعصيب بالغير، وتعصبها كذلك البنت ويسمى هذا التعصيب مع الغير، وسيأتي معنا الكلام على التعصيب وأنواعه في الدروس المقبلة. الشرط الثالث لكي أعطي للأخت لأب الثلثين لا بد من انعدام الفرع الوارد، الفرع الوارد إما ابن أو ابن ابن، إذا وجد معها ابن أو ابن ابن فإنها تحجب وتحرم من الميراث وتسقط، والفرع الوارد كذلك إما بنت أو بنت ابن، إذا كانت معها البنت أو بنت الابن لها أحوال أخرى ستأتي معنا فيما بعد. الشرط الرابع أن ينعدم الأصول الورثة، أن لا يكون معها أب
الأب يحجب جميع الإخوة، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، الذكور والإناث وأبناؤهم. والأب يحجب جميع الأعمام، العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، حتى نضبط هذه الأمور. فإذا كان معها أب فإنها تحجب، إذا كان معها جد لأب له معها أحوال، إما المقاسمة وإما أن يأخذ جد الثلث، وهذه الأمور غير مقررة عندكم. الشرط الخامس عدم وجود الإخوة الأشقة، أن لا يكون معها الأخ الشقيق وأن لا تكون معها الأخت الشقيقة. بهذه الشروط تستحق يعني الأخت لأب أن تأخذ من الميراث الثلثين. الآن نجيب على بعض التمارين المتعلقة بالأخت لأب حتى ننظر هل استوعبتم ما تقدم معنا في هذه الحصة من شروط متعلقة بإرث الأخت لأب. مثلا هلك هالك وترك زوجة وترك أما وترك أختا لأب. الزوجة تقدم معنا أنها تأخذ الربع إذا لم يكن معها فرع وارد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هنا الزوجة لا يوجد معها فرع وارد، ليس معها في المسألة ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، فنعطيها هنا الربع انعدام الفرع وارد، هذا هو فرضها. الأم تقدم معنا أن لها الثلث بشرطين، انعدام الفرع الوارد وانعدام المتعدد من الإخوة. هنا عندنا أخت واحدة فقط، عندنا أخت واحدة فقط، لذلك الأم هنا تأخذ الثلث. الأخت لأب لا يوجد معها معصب، إذن هذا الشرط متوفر، الشرط الثاني متوفر. لا يوجد في المسألة فرع وارد، الشرط الثالث متوفر. لا يوجد معها الأصول الذكور، الأم أصل لكنها أصل أنثى وليس ذكر، الشرط الرابع متوفر. لا يوجد معها إخوة أشقاء سواء كانوا ذكور أو إناث، الشرط الخامس متوفر. إذن هذه الشروط كلها متوفرة، ينقصها شرط واحد والتعدد، لذلك لن نعطيها هنا الثلثين لأنها منفردة. لو كان عندنا أخت لأب وأخت لأب أخرى فإن الأم ستأخذ السدس لوجود المتعدد من الإخوة، وسنعطي للأختين لأب الثلثين لتوفر الشروط كلها، الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث والرابع والخامس. تأمل معي في اللوح، الأخت لأب عندنا الشرط الأول تعدد، عندنا في المسألة أكثر من واحدة، عندنا يعني أختين لأب. عدم المعصب، المسألة لا يوجد فيها أخ لأب هو الذي يعصبها، الشرط الثاني متوفر. الشرط الثالث عدم وجود فرع وارد أعلى منها، الفرع الوارد إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى، غير موجود معنا في المسألة. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الذكر من الورثة، الجد غير موجود، جد لأب غير موجود، الأب غير موجود، إذن الشرط الرابع كذلك متوفر. الشرط الخامس عدم وجود الإخوة الأشقاء، لا يوجد في المسألة أخ شقيق ولا أخت شقيقة. تحققت من هذه الشروط كاملة، سأعطي لي الأخت لأب فرض الثلثين، تستحق في هذه المسألة أن تأخذ هذا الفرض لتوفر هذه الشروط. إذن هذه هي الحالة الأولى من حالات الأخت لأب في الميراث. في المقطع الموالي إن شاء الله نتكلم عن بقية الحالة. Mm-hmm.